لليوم الخامس على التوالي تستمر فرق الدفاع المدني ومجموعات من المدنيين البحث هنا في مدينة جنديرس عن ناجين تحت الأنقاض. في الحقيقة لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن آخر التطورات سوف نلتقي بأحد المتطوعين هنا بالدفاع المدني السوري. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. شو آخر التطورات بجنديرس وآخر تطورات الزلزال؟ الحقيقة مثل ما شفتوا الكارثة الإنسانية الكبيرة اللي كانت فاجعة كبيرة على السوريين بعد القصف والدمار اللي شافوه السوريين على مدار السنوات الماضية من الحرب. استفاق السوريين على الزلزال ضخم جدا. الحقيقة اليوم تاريخ 10/2 يوم الجمعة لا تزال فرق الدفاع المدني على كافة أهبة الاستعداد في البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا. لحد اليوم أكثر يعني تقريبا 514 ضحية تم انتشالهم، أكثر من 800 جريح، عشرات الأبنية المتهدمة. فرق الدفاع المدني استنفرت كافة طواقمها منذ اللحظات الأولى لهذا الزلزال وانتشرت وبدأت عملها بكل طاقاتها. الوضع مثل ما بتشوفوا أنتم يعني الصورة هي حالة بتحكي، وضع مأساوي جدا على المنطقة هم في جنديرس، عشرات الضحايا، الأبنية المصدعة المدمرة. فرق الدفاع المدني ما وقفت ولا ثانية لحتى تقدم يد العون، لحتى تساهم في إنقاذ روح عم تنطلب منا. انتشرت على أكثر من موقع، حاليا أكثر من 25 فريق من الدفاع المدني موجودين بمنطقة جنديرس في كافة المعدات والآليات الثقيلة للمساهمة في إنقاذ الأرواح اللي عم تنادي فرق الدفاع المدني. الوضع مأساوي جدا مثل ما عم نشوفه، يعني كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. هل في أمل أنه يكون في حدا استخراج أحياء من تحت الأنقاض؟ نحن عايشين على هالأمل هذا ونحن مستنفرين لحتى عم نبحث بكل طاقتنا لحتى نحاول إذا في هناك روح عم تستنانا لحتى نقوم بإنقاذه. نعم، لربما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض أو انتشال ضحايا من تحت الأنقاض لعدة أسابيع بسبب كثرة الأبنية التي تهدمت هنا في مدينة جنديرس. عشرات الأبنية تهدمت فوق رؤوس ساكنيها في مدينة جنديرس. في الحقيقة يعني الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فرق الدفاع المدني لم تقصر بأي شيء، قدمت جميع المراكز وفرقها، سخرتها لاستخراج أو للبحث عن ناجين أو مفقودين هنا في ناحية جنديرس. مجد العمر، حلب اليوم، مدينة عفرين.